والله يا ابونا انا فيه وانت ساعتك بتتكلم كده جه في بالي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اي يقول ما امن بي من بات شبعان وجاره جائع. اه يعني انت بتحب الرسول او انت مؤمن بالله ورسوله انا جاي في واضحه وصريحه ما ينفعش تنام شبعان وجارك جعان. طب ده يستدعي ايه؟ انك تبقى عارف جارك ده عنده ولا ما عندوش، صح كده؟ تبقى متفقد احواله، مش تتجسس عليه بس تبقى عارف احواله ايه، اخباره ايه. في ناس النهارده طبعا الكلام ده واقعي ما حدش يزعل مني، ممكن يبقى شكلها العام بيوحي ان هم مبسوطين واغنياء الشكل العام، ونفسه بتمنعه ان هو يسال الناس رغم انه محتاج. تشوفه كده تقول عليه راجل غني، انما في الحقيقه هو راجل فقير، وقد يكون محتاج لاموال الزكاه وللصدقه، ولكنه علشان راجل عنده نفس بيرفض ان هو يسال الناس شيئا. وده اللي ربنا اتكلم عنه في القرآن، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. الجار هنا إذا كان هو دارس حال الجيران بتوعه وعارف مين معاه ومين ما معاهوش، هيقدر يوصل للشخص ده، يبقى عارف إن الحاج فلان أو الأستاذ فلان ده مسلم كان أو مسيحي، مفيش بقى فرق في الدين في موضوع الزكاة والصدقة والكلام ده. إذا كان محتاج يقدر يبعت له ما يسد حاجته من غير برضه ما يجرح مشاعره. مش لازم يعني يخبط على الباب ويقول له خد الألف جنيه ده أو الألفين جنيه أو العشر تلاف جنيه ده. بيجوز بنته وبيجوز ابنه وعنده ظروف مرضية عنده كذا ومحتاج، مش لازم تروح تخبط عليه قدام الناس وتديله، لأنه قد يرفض وهو محتاج لأنه عنده نفس عزيزة. طب ينفع أعمل إيه؟ أبعت له في ظرف جواب، أديهم له بطريقة أو بأخرى بس بشكل غير مباشر من غير ما اجرح مشاعره. طب هل ده من باب الواجب ولا من باب الذوق؟ من باب الواجب. انت وانت بتطلع زكاة مالك ربنا حدد لك مصارف معينة، الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. الفقير ده اللي هو في رقبتك ده اللي هو شكله كويس ده بس هو فقير، ده في رقبتك. وبعدين اموال الزكاه واموال الصدقه دي عامله زي الدواء اللي احنا بننقل الاسلام او الاديان السماويه عند الاخوه المسيحيين، فيه العشار يا ابونا العشور العشور، وفي عندنا الزكاه دي ربنا فرضها علشان هي دواء بتعالج مريض، فلازم الدواء يروح للمريض، ما ينفعش ادي الدواء لواحد سليم واسيب المريض يموت. الدواء واجب عليا اوصله للمريض. اوصله ازاي؟ في واحد يناسبه انك توصله له بشكل مباشر، مش هيزعل لو قلت له خد يا استاذ فلان المبلغ ده عادي. لكن في واحد تاني هيناسبه اكتر انك تديهم له بشكل غير مباشر وهو من جيرانك. لو كل ناس في العماره اللي هم ساكنين فيها او في البيت او الى اخره نظروا الى جيرانهم فعلموا ما بهم او علموا احوالهم فوقفوا الى جوارهم، ما كنتش تلاقي واحد مريض محتاج ولا واحد فقير محتاج، لان كل جار شايل جاره، اللي عنده بيدي للي ايه؟ للي ما عندوش. طب ده من باب الذوق؟ لا، من باب الانسانيه ومن باب التدين الورع، انك تكون تقي، انك تكون انسان بتعمل بما قال الله وقالت رسل الله في جميع الكتب السماويه، لان الزكاه والعشور وغيرها ديت فرائض ربنا افترضها للفقراء على الاغنياء. يبقى انت هنا في باب العطاء للفقير، شوف جارك الاول اخباره ايه، احواله ايه، ما تروحش تدي للي بعيد وتسيب اللي جنبك، ما تديش للي مش مستاهل وتسيب اللي مستاهل، ما تعملش نفسك مش عارف وانت واجب عليك انك تبقى عارف احوال